أيها الأحباب الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وإن الصدقة لتقي صاحبها مصارع السوء، وإنها تدفع من السوء كذا 34 بابا. والله في القرآن العظيم: وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله يخلفه سبحانه وهو خير الرازقين. وهذا المعنى العظيم الذي يذكره الحديث، أن الصدقة تحمي وتكفي وتدفع السوء وتدفع الهلاك وتدفع البلاء عن صاحبها وعن أهله وعن نفسه وعن ماله، هذه حقيقة يشهدها الناس. ولكثرة ما نعمل في هذا المجال، مجال المحسنين والحسنة، تكون بين أيدينا حوادث تشهد لهذا الحديث، أن الصدقة، أن الإحسان يحمي ويكفي صاحبه من كل شر، شر في الدنيا، شر في الدنيا وشر في الآخرة. وسأذكر لكم من هذا قصصا. أولها حدث منذ أسبوعين، حيث كنت في الإمارات ألقي المحاضرات، وقد خرج في سبيل الله مجموعة من شباب جمعية الإصلاح، ذهبوا إلى السودان وبعض الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين في أفريقيا، 8 شباب، ويسعون على الأرملة واليتيم والمسكين، كاللجان التي موجود عندنا، لجنة آسيا، لجنة أفريقيا، هاللجان اللي يقوم عليها شباب متطوع، فيهم المعلم وفيهم الدكتور وفيهم المهندس، يتركون ديارهم وأولادهم وأهلهم وبيوتهم وسياراتهم ويذهبون هناك إلى الأوبئة والمستنقعات والحر والأذى. خرجت هذه الفرقة وانطلقت من السودان إلى كسلة، وطارت بعد أن استأجرت طائرة صغيرة ذات محرك واحد، كبر سيارة الجمس إلا أن لها محرك واحد وجناحين وذيل، وطارت بهم الطائرة على ارتفاع 10,000 قدم. وبينما هم فوق الغابات وعلى هذا الارتفاع، توقف المحرك الوحيد، توقف في الفضاء، توقف. فقال لهم قائد الطائرة السوداني، قال: تشهدوا، الطائرة ستسقط بعد قليل. ويقول: ونحن نشاهد محرك الطائرة أمامنا، لأن الطيارة قصيرة جدا، يعني طولها 5 أمتار تقريبا. وقف ما يتحرك، وبدأت الطائرة تنتكس، يأخذها الثقل، ثقل الماكينة على وجهها، ثم هوت. فتشهدوا والطيارة تهوي، فهوت تقريبا 6,000 قدم، هكذا تنصب لكي تصطك في الأرض. فأخذ كل واحد منهم في هذه اللحظة إيش يتذكر؟ يتذكر ربه، الجنة، النار، العمل الصالح. لا شك أنه خطر في بالهم أنهم خارجين في سبيل الله. فسألوا الله بركة هذه النية الصالحة والعمل الصالح الذي خرجوا إليه، وسؤال الله بالعمل الصالح وعلى رأسه الصدقة
والتوحيد ينجي بإذن الله. وما أن استغاثوا الله إلا واعتدلت الطائرة مرة ثانية قبل 2000 أو قبل 4000 قدم، واستقبلتها جبهة هوائية جديدة غير اللي فوق، وبدأت تطير فيهم طيران شراعي بدون محرك. استعدلت، كانت نازلة على وجهها استعدلت الآن، وصارت تسبح مثل ما يسبح النسر والعقاب في الفضاء، محمولة هكذا في الهواء دون محرك. فتعجب قائد الطائرة من هذا، وسكنت أنفسهم مدة تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة وهم يسبحون في الفضاء والمكينة لا تشتغل والمروحة واقفة، وبدأ قائد الطائرة يتحكم في مسارها حتى يحدد موقع الهبوط. فنظر تحته فرأى مزارع القصب مثل البحر، مزارع قصب لها أول ما لها. فقال سنهبط على مزارع القصب، فربطوا أحزمتهم عدل، وبدأت الطائرة بالطيران الشراعي تهبط كأن فيها مكينة أو مروحة. فلما حاذت مزارع القصب على بعد تقريبا 2 متر أو 1 أو 3 أمتار هوت على مزارع القصب وهبطت عليها تسبح فوقها، ثم نزلت على الأرض ومشت فيهم فوق الأرض 800 متر، ثم انكسر أحد أذرعة الأقدام فدارت 3-4 دورات في مكانها ثم وقعت. فقال لهم قائد الطائرة اهبطوا بسرعة واهربوا منها مخافة أن تنفجر، لأن الاحتكاك 800 قدم يولد حرارة وهي فيها بنزين. لكن مساكين على نيتهم، لأن ما كان عندهم خبرة في الهروب من الطائرات، ففكوا الأحزمة بسرعة ونزلوا طبوا، لأن المسافة كانت قصيرة 0.5 متر أو 0.25 متر، والبدوا تحت الطيارة ما يدرون دايخين وخايفين ولا يدرون إيش صار. فهذا سائق الطيارة نزل وركض بعيد يلتفت وراه وين ربعه، ربعه موجودين إيش صار فيهم، ولا كلهم لابدين مثل الفريخات تحت الطيارة وبس، الهبوط تم والنزول تم وجالسين تحتها. فصرخ فيهم اخرجوا تعالوا لا تنفجر عليكم تحرقكم، فوقفوا وتلفتون وجوا يمشون وراحوا صلوا عنده، والطيارة ما انفجرت ولا احترقت ولا صار فيهم شيء، والعطل على بعد 10,000 قدم ولم يصب أحدهم بخج ولا رضه. إذن صنايع المعروف تقي مصارع السوء يا إخوان. هذا حديث ديننا عندما يتكلم عن هذا ما يتكلم من فراغ ولا يتكلم من خيال، وإنما هذه تجربة لا أكون مبالغا أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، غنيا كان أو فقيرا، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، إلا وخاض مثل هذه التجربة أو ما يشبهها في نفسه، في ولده، في عشيرته، في زوجته، في قريبه، إلا ويقول الحمد لله توني فاعل كذا ثم حدث كذا، وهذه ببركة هذه الصدقة وهذا المعروف اللي أنا صنعته وفعلته.